اللي احنا انا حاسس يعني اللي احنا في دوامة، وحاسس اللي احنا ماشيين غلط، وحاسس اللي احنا ما حطيناش ايدينا على المشكلة. يعني احنا عمالين نتكلم ونرغي في الاعلام وفي البرامج وكده، لكن قطاع كرة القدم او منظومة كرة القدم في مصر محتاجة شغل كتير جدا، شغل كتير جدا. انا حاسس ان احنا رجعنا تاني تحت الصفر. يعني يمكن مع مستر، يعني لما باجي اعمل مقارنه بقى بين الفتره اللي فاتت بتاعت مستر كيروش، رغم ان احنا انتقدناه كتير جدا، لكن المرحله اللي وصل لها مستر كيروش كنتائج، ان هو يوصل نهائي افريقيا، ان هو يتخطى المغرب وكوديفار والكاميرون ويلعب مع السنغال النهائي ويتغلب بضربات الترجيح، نفس القصه في تصفيات كاس العالم. دي كانت مرحله بقى لما نيجي نقارن بدلوقتي، مش بقارن برضه بكابتن ايهاب جلال خالص، بقارن بمرحله ان كابتن ايهاب جلال زي ما قلت لكم ما اقدرش اتكلم عليه نص كلمه، ما اقدرش اتكلم عليه نص كلمه. ان هو الراجل يعني زي ما قلت ما مش ساحر، مفيش مدرب في 10 ايام ولا في اسبوعين هيقدر يغير شكل منتخب او يخلي منتخب قوي او يعمل جمل محدده، او لو ما لحقش اصلا يدرب اللاعبين. لكن طبعا في انتقادات، الناس بتقول اصل كابتن ايهاب جلال هادي جدا، ويعني ما فيش انفعالات، واقف على الخط، بنتغلب واحد، بنتغلب اثنين، بنتغلب. هو كابتن ايهاب جلال كده، هو شخصيته كده، ونجح مع الفرق اللي مسكها بالشكل ده، مع الاسماعيلي في اصعب الظروف، مع بيراميدز، مع المصري، مع مقصه، مع امبي، مع الزمالك، مع الفرق كلها اللي دربها تليفونات بني سويف زمان. هو دي شخصيه كابتن ايهاب جلال، والناس عارفه، يعني المفروض المسؤولين في اتحاد الكوره عارفين شخصيه كابتن ايهاب جلال. هو كابتن ايهاب جلال راجل هادي، فكر بعقل، بهدوء، راجل متزن. ممكن في ناس تقول لك لا، منتخب مصر محتاج واحد عنده باور، ومحتاج واحد عنده تيمبو ويبقى مع اللعيبه، وفي ناس بتتكلم في كده ان ده منتخب مصر مش نادي، فيعني المهمه صعبه ومحتاجه شخصيه تستحمل الضغط وتقدر تقود وتقدر تبقى مسيطره على اللاعبين الكبار جدا اللي بيلعبوا في منتخب مصر، سواء المحترفين او اللعيبه اللي بيلعبوا في الاهلي والزمالك وبيراميدز وفي الانديه المصريه. فحاسس، انا حاسس كده ان احنا ايه، يعني وقت بيعدي بدون اي قيمه في الفتره الحاليه لمنتخب مصر، ولغايه دلوقتي ما حطيناش رجلينا على الخطوه اللي هي تخلينا نمشي على المسار الصحيح. احنا لسه عمالين نتكعبل، لسه ما مشيناش على الطريق الصحيح. طب نمشي كل الناس عماله تنتقد وتتكلم، طب نمشي على الطريق الصحيح ازاي؟ نمشي على الطريق الصحيح ازاي؟ لازم يبقى في تخطيط للكره المصريه، لازم يبقى في ناس بتدير الكره المصريه بخطه واستراتيجيه واضحه، سواء بقى طويله الاجل قصيره الاجل، بس يبقى في حاجه انا ماشي عليها. منتخب مصر محتاج ايه؟ محتاج مدرب اجنبي، طب عامل ازاي؟ مدرب مصري، طب عامل ازاي؟ صفاته ايه؟ احنا بناخد قرارات بسرعه، يمكن في اختلافات داخل اتحاد الكوره، وزي ما قلت لكم كابتن حازم امام وكابتن محمد بركات لعيبه الكوره اللي داخل المجلس واللي لعبوا كوره على مستوى دولي ومستوى احترافي ومستوى عالي جدا، كان ليهم راي واتحاد الكوره ليه راي اخر. عايز اقول حاجه برضو، معلش يعني مش انتقادا من حد، هو الناس اللي بتترشح للانتخابات عشان تدير اتحاد الكوره المصري، احنا خلي بالكم بنقول الكلام ده متاخر، احنا المفروض نقول الكلام ده من بدري. لازم امسك السي في بتاعهم كده واقول مقومات الشخص الفلان ده اللي هيدير الكوره المصريه، عنده المقاومات دي؟ عنده المقاومات ان هو يدير ويتعامل كمؤسسه او منظومه كره القدم؟ احنا اسماء بتترشح والانديه بتنتخب بدون اي خطه، بدون اي سي في، بدون اي قايمه مثلا نقدر نقول اللي هي، يعني انا في اتحاد الكوره ناس كتير بتعجبني، انا بيعجبني جدا كابتن عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، راجل عارف دوره، شغال بيقدر يمشي الامور في اجواء صعبه، في دوري صعب، في توقفات كتيره، في كان قبل كده كورونا، في دوري اتعمل المفروض كان ما يتلغي الدوري بتاع الكورونا. في ناس بتعجبني، حازم امام طبعا يعني مميز جدا ونجم كبير واسم كبير، لكن انا بتكلم على المجموعه،